باتت قطاعات الناشئين محل الاهتمام الأبرز لدى العديد من الأندية في ظل الارتفاع الرهيب في عقود لاعبي دوري الدرجة الأولى على وجه التحديد، وربما لجأت بعض الأندية مؤخراً إلى الاعتماد على ناشئيها. ولكن هناك فرق وضعت سياسة واضحة ومحددة هي إفراز وتصعيد لاعبين من قطاعات الناشئين الخاصة بهم منذ فترات بعيدة. ورغم أن نادي إنبي تأسس فعليا في سبتمبر عام 1985، ولكنه ظهر كصرح رياضي كبير ومؤثر حين تأهل لدور الأضواء والشهرة موسم 2002-2003. ومنذ ذلك الحين وهو يعتمد على تقديم ما لا يقل عن 5 لاعبين من قطاع ناشئيه في كل موسم. ورغم ارتباط الكثير باسم إمام محمدين بوصفه أكثر من تولى قيادة قطاع الناشئين بنادي إنبي وكان كلمة السر في سنوات عديدة، ولكن لم يخيب محمد إسماعيل الرئيس الحالي لقطاع الناشئين بالنادي البترولي الظن فيه حين تولى المسؤولية خلفا لإمام محمدين وصار القطاع على ذات الضرب. ويعد محمد إسماعيل واحدا من أبناء نادي إنبي ويعرف كل شيء داخله. لعب محمد إسماعيل بنادي إسكو في الدوري الممتاز والنجم اللبناني، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري اللبناني لمدة 3 مواسم، ولعب لنادي إنبي في دوري الدرجة الأولى حتى صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز. حصل محمد إسماعيل على العديد من الدورات التدريبية ورخصة الاتحاد الإفريقي في التدريب، وتدرج في تدريب فرق قطاع الناشئين حتى تولى نائب رئيس القطاع لمدة 2 سنوات، ثم رئيسا للقطاع اعتبارا من موسم 2020-2021. محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي إنبي، ضيف حلقة اليوم من برنامج الأشبال.